في فترة الرئيس مبارك أو الفترة السابقة على الثورة كان أيضا في بعض المواقف السياسية، وخصوصا اللي كانت بتبقى إسرائيل طرفا فيها، زي ضرب حزب الله في جنوب لبنان في 2006 أو ضرب حماس في قطاع غزة في نهاية 2008، كان في نوع من الصمت كده كان غير مريح للمصريين، وكان حتى غير ملفت النظر للعرب، إنه كان بتبقى في تدفق أجنبية بالفعل تأتي بغرض إقناع المصريين بأن هذا أفضل لهم أن يتخذوا مثل هذه المواقف يعني. ده الفرق بقى بين الأجانب اللي هنا والأجانب اللي هنا، الأجانب اللي هنا صناعة محلية، أما الأجانب اللي هناك كانوا أصلاً بيدعموا الموقف السياسي طيب للسلطة. كيف تتصرف بعد أن ننتهي هذه المعمعة؟ كيف تتصرف البورصة بعد ما يعني ما يعني كما ذكرت أن البورصة رجعت عندما أوقفوا يعني قبل إنهاء مدة 100 يوم توقفوا عن الشراء أو الضخ، يعني رجعت البورصة أيضا لسابق عهدها. هل تتوقع أيضا أنه سيكون هناك انهيار لاحق إذا توقفوا عن الشراء؟ بتصور لو مشي نفس السيناريو على اعتبار انه قضيت الحاجه من هذا الضخ المال الذي تم خلال الثلاث اسابيع الماضيه، هنا ممكن في الحاله دي يتوقفوا عن الشراء على اعتبار انه تم المراد من رب العباد. هنا في الحاله دي طبيعه السيوله لما هتقل، طبيعه الاحلال الاحوال لازم تنكمش الاسعار، فنتمنى ان هم يستمروا في هذا الضخ، لكن برضه زي ما انت قلتي برضه هيظل انترفينشن، هتيجي في لحظه هتحصل لحظه الحقيقه، هتبتدي نخش تاني في دوامه لما تبقى البورصه بقى مباشره مع حقائق الاقتصاد، ممكن نواجه مشاكل في اتجاهات المؤشرات واتجاهات الاسعار. طيب ماذا عن الخطه الاقتصاديه؟ يعني حتى الحكومه عليها ان تعترف، واعترفت يعني اخيرا، انه هي لم تكن يعني كانت الى حد ما تائهه ببعض المفاصل، لانه يوم يعني بنفس اليوم حتى لا يمر يعني 10 ساعات بيطلع القرار ومن ثم يتم تأجيله أو إلغائه. برأيك الخطة هل هي واضحة وهل تبشر بخير يعني حتى بالنسبة لتصرفات الحكومة كما يعني بالفترة السابقة؟ يعني بأمانة شديدة في ارتباك شديد، لا نستطيع أن نقول أن هناك خطة أو هناك رؤية. المسألة كلها واضح أنه في انشغال بمصالح خاصة، ونقولها بصراحة كده، لتمكين جماعة الإخوان والفصيل السياسي الحاكم في أنه مشغول بالتمكن من مفاصل الدولة أكثر من مشغوله يعني انشغاله بمصالح المواطنين. وأعتقد أنه عندما يفيق حتى إذا تمكن من هذا سوف يجد أن الأرض التي يقف عليها ليست هي الأرض التي بدأ منها، وهنا في الحالة دي هيجد أنه أدخل نفسه وأدخل المصريين معه في مشكلة كبيرة أنا مش عارف هو هيقدر يخرج منها إزاي.